أنا اسمي ديار نافع، عمري 28 سنة، خريجة بكالوريوس تربية رياضية. بشتى الطرق ردت أتعين، ما قدرت أتعين. عرضت ماما علي إنه تشتري لي كلبة، الحمد لله اشتريتها من ولد صغير عن طريق الفيسبوك، عمره 16 سنة. رجعت عندي صديقة إلي اللي هي مصممة أزياء اسمها دينا مكلف، اشتريت منها نثيو فحل اللي هم كوكي وروكي الأب. جابت لي ما شاء الله أول بطن 10، فالحمل صار عليها قوي. نص منهم ماتوا وتمرضوا وما لحقت عليهم، ونص الباقي حاولت أبيع. فقمت أدور ناس عوائل تربي بالبيت تخاف عليهم، فاستمرت على هذا الأساس وكبرت شغلتي. فأني كانت هي حب لهم، وهم صارت مهنة تقدر تخليني أطلع من الشيء اللي أنا بي، تغير نفسيتي. أنا أنصح إنه كل وحدة عندها فد موهبة معينة، أتمنى إنه يكبرون من هالشيء هذا، اللي يقعدون ترى ما حد راح يفيدهم، والمجتمع دائما ظالم، زين يظلم المرأة وما ينصفها نهائيا. فأفضل إنه أي شغلة بديهم شاطرين بيها خليهم يمشون بيها. كل العراق